في حديث مع صحيفة دير شبيغل الألمانية، وصف وزير خارجية دوقية لوكسمبورغ جان أسيلبورن نظيره النمساوي بالانتماء إلى الفكر القومي اليميني المتطرف. أسيلبورن اعتبر أن الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يكون قلعة لا مبالاة بالنسبة للمضطهدين الذين يطرقون أبوابه. تصريحات أسيلبورن غدتها المطالب التي تقدمت بها النمسا إلى الاتحاد الأوروبي حول دراسة ملفات اللاجئين خارج دول الاتحاد، وهو ما لا يمثل القيم التي تجمع دول الاتحاد حسب أسيلبورن. وزير الخارجية النمساوي دعا الاتحاد إلى اعتماد تدابير أكثر صرامة مع ملف اللاجئين. يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد رفضت الخطة التي اقترحتها فيينا، والتي دعت فيها اللاجئين إلى تقديم طلبات لجوء قبل الوصول إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.